السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض وردة بسيطة مجسمة. الوردة هتكون مجسمة، يعني محتاجين خيط. الخيط كل ما كان تخين كل ما كان أفضل، بيطلع الوردة أحلى بكتير. يعني كل ما كان الخيط تخين كل ما الوردة كانت مفتحة كده ومنورة. هنعمل عقدة بداية، بس هنسيب مسافة خيط كده معانا ولورا كده، دي هنستعملها في ان احنا نثبت الوردة ونقفلها على بعضها حلو لما نخلص الشغل بتاعنا. ادي عقدة البداية، وادي الخيط الطويل اللي احنا سيبناه اللي هيساعدنا في تقفيل الوردة لما تخلص ان شاء الله. هنعمل سلسلة. السلسلة كل ما كانت طويلة كل ما كانت الوردة عدد بتلاتها اكبر. يعني الوردة اللي طولها 30 سلسلة هتبقى مثلا تعمل مثلا يعني 7 بتلات، مش زي اللي طولها 70 سلسلة هتعمل يعني قد 20 بتلة مثلا، فالوردة تبقى بلدية كبيرة كده. ماشي، فهنا أنا هبدأ ب35 سلسلة. هعمل 35 سلسلة. دي عقدة البداية اهي. واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة، 10، 11، 12، 30، 31، 32، 33، 34، 35. أنا اخترت إن أنا هبدأ بسلسلة 35. شوفي أنت الطول اللي يناسبك ويناسب الشغل بتاعك. هزود على 35 دول 4 سلسلة، 1، 2، 3، 4، دول هيكونوا غرز الارتفاع بتاعتي. هشتغل في الغرزة الخامسة، غرزة عمود بلفة اهي، ودي غرزة، وهعمل سلسلة، واجي في نفس الغرزة اللي عملت فيها عمود بلفة اعمل فيها كمان عمود بلفة واعمل سلسلة، وافوت من تحت سلسلة اهي، افوت هنا سلسلة واقوم شغالة في اللي بعدها. دي اللي هفوتها ودي اللي هشتغل فيها عمود بلفة كده، واعمل سلسلة، وبعدين اشتغل في نفس المكان عمود بلفة، فيبقى عندي شكل في كده. اعمل سلسلة وافوت من تحت سلسلة واشتغل في اللي بعدها عمود بلفة وسلسلة، واشتغل في نفس المكان عمود بلفة، وهكذا لحد ما اخلص السلسلة بتاعتي كلها. هعمل سلسلة، افوت سلسلة، واقوم عاملة اللي بعدها عمود بلف. دي اللي هتتفوت ودي اللي هنشتغل فيها عمود بلفة، وبعدين اعمل سلسلة واشتغل في نفس المكان عمود بلف، وهنا السلسلة الثانية افوت قصادها سلسلة واقوم شغالة في اللي بعدها عمود بلف وسلسلة واقوم عاملة عمود بلف. انا كده في تزايد معايا بيحصل، فهيحصل في كيرف كده هيحصل معايا يساعدني في عمايل الوردة. اعمل سلسلة واقوم مفوتة واحدة وشغالة في اللي بعدها عمود بلف وسلسلة، واشتغل في نفس المكان عمود بلف. وادي سلسلة وافوت سلسلة واشتغل عمود بلفة في اللي بعدها. نفضل بنفس النظام السيستم ده لحد ما اخلص السلسلة بتاعتي كلها على بعضها. اخلصها وارجع لكم تاني.
اهو انا هنا قربت اخلص السلسلة بتاعتي، اهو عملت سلسلة وبعدين هفوت سلسلة واشتغل في اللي بعدها عمود بلفة، وسلسلة واشتغل فيها نفسها عمود بلفة. اتبقى معايا هنا غرزة في الاخر، هنا منسهاش اعمل سلسلة واشتغل فيها عمود بلفة. سلسلة كمان عمود بلفة. انا هنا كده خلصت السطر بتاعي كامل، اهو لافف على بعضه علشان يديني شكل الوردة هيكون لافف برضو على بعضه. هرتفع 3 سلسلة وهقوم مضيرة الشغل بتاعي. هنا هنلاحظ ان احنا ايه، في فراغات اهي، في فراغ شبه الفي، نعمل 7 كده نقرب عشان نشوفه اهو، وفراغ عامل زي المربع اهو. الفراغ اللي احنا هنشتغل فيه بتلات الوردة او الورق بتاع الوردة هو الفي ده اهي. ناخد بالنا الشغل بتاع الورق بتاع الوردة هيبقى في ال7 اللي معانا ده اهي. فهنا هنرتفع، هنزود بقى في الفراغ ده هو اللي جوه عواميد بلفتين. يعني انا ارتفعت 3 سلسلة وبعدين هشتغل جوه الفراغ هنا 6 عمود بلفة، 6 عمود بلفتين، معلش يا جماعة، 6 عمود بلفتين. ادي عمود 2 ونعمل التالت، أربعة، خمسة، في نفس المكان بشتغله، 5، 6، 8. دي أول ورقة عندي. نيجي بقى في الفراغ التاني ده هنقفل بمنزلقة من غير على طول منزلق، فيدي كيرف للورقة بتاعتي. اجي في الفي اللي بعد كده هنشتغل برضو على طول عمود بلفتين، فتقوم مدياني كيرف برضو للورقة، هيبقى شكله حلو يعني في الشغل. نعمل عمود بلفتين في قلب الفي، نشتغل 6 عواميد، 2، 3، 4، 5، 6. واقوم شغالة في الفراغ الكبير ده منزلقة، نشتغل منزلقة على طول. وبعدين في الفي اللي بعد كده هنشتغل عمود بلفتين، نشتغل 6 عمود زي ما اشتغلنا اللي فات، نشتغل اللي جاي. ادي كده 1، 2، 3، 4، 5، وادي العمود السادس.
ونقوم في الفراغ اللي بعده نعمل منزلق، وبعدين نقوم شغالين في الفي اهي عمود بلفتين، هنشتغل 6 عمود. نكمل بالطريقة دي كل الفراغات اللي عندنا، انا هكملها وارجع لكم. هما دول الورقات اللي احنا اشتغلناهم مع بعض، 3 ورقات من الوردة. هكمل بقية السطر وارجع لكم تاني. انا كده خلصت كل البتلات بتاعت الوردة، فاضل لي اخر واحدة هعملها معاكم. ادي عمود بلفتين، وهدخل فيها اعيد العمود بلفتين 6 مرات. ادي 1 2 3 4 5 وادي العمود السادس اللي بلفتين، واقفل في اخر فراغ هنا بمنزلق. انا كده خلصت الاجزاء بتاعتي كلها، بتاعت البتلات كلها، ااكد كده بسلسلة وبعدين اقص الخيط. هقصه على مسافة بس علشان هستعمله في اللف بتاع الوردة، ان انا اقفلها وردة. هاجي اقص على مسافة كده، وبعدين اسحب الخيط واشده كده. كده انا قفلت الشغل بتاعي خلاص. دي كده الوردة، هنبرمها بقى، هنلفها مع بعض. عندنا خيطين اهم، خيط البداية وخيط في النهاية. هنمسك خيط البداية ندخله في الابرة بتاعت التنظيف كده، علشان نبدأ نلضم الابرة بتاعتنا، عشان نبدأ نقفل الوردة ونخليها تاخد الشكل الجميل بتاعها. لضمت كده من ناحية خيط البداية، بمسك اول بتلة في البداية كده اللي انا بدأت بيها في الاول خالص، واطبقها نصين كده على بعضها، واقوم مخيطها خفيف كده علشان تعمل لي السنتر بتاع الورد. حاجة كده خفيفة خالص، كده هي عملت لي السنتر بتاعت الورد. وبعدين امسك الوردة ابدأ الفها كده، واخلي احاول اخلي البتلات خلف خلاف على بعضها على قد ما اقدر، ابين البتلات اللي ورا ازقها لبره كده بحيث تبان كده. الورد دي بتطلع كبيرة وبتحب الإبرة تكون كبيرة كمان، يعني أنا مستعملة الإبرة 4.5، وممكن كمان تستعملي 5، وبتدي في الآخر وردة بلدي كبيرة يعني. هي كده بقوم قلبها بقى، ايه، وابدأ اخيط الصفوف كلها مع بعضها. ما اشدش الخيط علشان ما تبرمش معايا، اهي بالراحة خالص. انا مجرد ما اوصل للجزء الاولاني اللي في الاخر ده اللي سايب ده،
هتكون الوردة كلها ثبتت معايا. اهي كده، ده انا كده وصلت للاخر كده، خلاص الوردة المفروض ثبتت معايا، اتأكد يعني انها ثابتة. بسم الله الرحمن. بأكد على الخيط علشان ما يفلتش مني، ان انا بنفذه كده، وبعدين الحتة الاخيرة دي قبل ما تدخل في الخيط او منفذة منها الابرة تاني، فيبقى كده اتقفل شغلي. اهي الوردة بتاعتي ثبتت خلاص، مش هقطع الخيطين دول، هخليهم لان دول هيساعدوني في ان انا اثبت الوردة في الشغل اللي انا هثبته فيه. الوردة دي كبيرة نوعا ما بصراحة، واستعملت فيها ابرة كمان كبيرة والخيط تخين، فانت لو استعملتي نفس طريقة الشغل دي في خيط رفيع هيديكي وردة أصغر، وممكن تحطي فص هنا فيحلي الوردة أكتر، تحطي لها ورقة شجر تجمليها أكتر وأكتر. شوفي ده يعني راجع لذوقك وللشغل اللي انت بتشتغليه. يا رب يكون الفيديو عجبكو، يا رب أكون أضفتلكو وأفدتكو. ما تنسيش الشير والسبسكرايب والكومنت لو في تعليق، وإن شاء الله هرد عليكي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.